أحوال جوية غير مستقرة متوقعة في المنطقة الشمالية. التفاصيل بعد قليل. متابعينا في المملكة العربية السعودية، أهلا وسهلا بكم من جديد في هذه النشرة الجوية الرئيسية من طقس العرب. بدأت أحوال جوية غير مستقرة بالتطور في المنطقة الشمالية، منطقة تبوك، الجوف، وأيضا أجزاء من الحدود الشمالية، حيث انتشرت كميات من الغيوم المتوسطة والعالية، ويتوقع أن تتكاثر بشكل إضافي هذه الغيوم خلال ساعات مساء يوم الثلاثاء لتهطل زخات من الأمطار تترافق مع حدوث الرعد في بعض المناطق. تستمر هذه الأحوال الجوية الغير مستقرة في المنطقة الشمالية حتى مساء يوم الأربعاء، على أن تنتقل هذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي شرقا باتجاه أجزاء من حفر الباطن خلال يوم الخميس. مع عبور هذه الأحوال الجوية الغير مستقرة يتوقع أن تنخفض قليلا درجات الحرارة في المنطقة الشمالية. نستعرض تفاصيلها في هذه الخرائط لتوزيع درجات الحرارة اعتبارا من نهار اليوم الثلاثاء وخلال الأيام القليلة القادمة. يوم الثلاثاء تستمر درجات الحرارة حول معدلات يعني مثل هذا الوقت من العام. أحوال جوية كما ذكرنا غير مستقرة تسيطر في المنطقة الشمالية خلال يومي الثلاثاء والأربعاء. تنتقل الفعالية الجوية يوم الخميس شرقا باتجاه حفر الباطن وأيضا أجزاء من الحدود الشمالية، لكن خلفها يتوقع أن تهب على المنطقة الشمالية تيارات نستطيع أن نقول بأنها أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، تعمل على انخفاض على درجات الحرارة خاصة خلال عطلة نهاية الأسبوع في عموم منطقة تبوك، الجوف، وأيضا الشمال، منطقة الحدود الشمالية. تكون هذه البرودة محسوسة خاصة خلال ساعات الليل، حيث تكون الأجواء مائلة للبرودة بشكل عام، في حين تستمر درجات الحرارة حول معدلتين مثل هذا الوقت من العام في باقي مناطق المملكة. أجواء مستقرة باستثناء بعض التشكلات المحلية والعشوائية الطابعة بشكل يومي خلال ساعات الظهيرة والعصر في المنطقة الجنوبية الغربية. نذهب الآن للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة. يوم الأربعاء 37 إلى 26 درجة مئوية، يوم الخميس 38 إلى 26، ويوم الجمعة أجواء مستقرة ومشمسة 39 إلى 28 درجة مئوية. نبقى في العاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة، أجواء صافية مع 25 درجة مئوية كحرارة عظمى مقاسة، كحرارة الدنيا مقاسة المحسوسة 24، الرطوبة منخفضة والرياح تكون خفيفة السرعة بالمجمل. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي المدن السعودية ليوم الأربعاء. شمالا نبدأها أحوال جوية غير مستقرة في كل من سكاكا وعرعر، فرصة لزخات من الأمطار، سكاكا 39 إلى 23، عرعر 36 إلى 21، وتفرق للغيوم في تبوك مع 38 إلى 20 درجة مئوية. نذهب الآن غربا نحو المدينة المنورة، أجواء صافية 40 إلى 26، جدة 36 إلى 28، مكة المكرمة 42 إلى 26، والطائف 31 إلى 22 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية أحوال جوية بشكل عام نستطيع أن نصفها بأنها مستقرة باستثناء بعض التشكلات المحلية والعشوائية فوق القمم الجبلية العالية. أبها تفرق لبعض الغيوم 27 إلى 14، الباحة 26 إلى 18، وجازان 36 إلى 19 درجة مئوية. المنطقة الشرقية الدمام 37 إلى 25، حفر الباطن 39 إلى 24، والإحساء تفرق لبعض الغيوم مع 38 إلى 21 درجة مئوية. أخيرا المنطقة الوسطى العاصمة الرياض، أجواء صافية مع 37 إلى 26، بريدة 39 إلى 22، وحائل 38 إلى 23 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.